بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 180. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، محافظة حضرموت قبيلة كندة. باعث الرسالة مستمع من هناك هو فهانون، وقد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم الشيخ صالح عن سجود التلاوة، ماذا يقال فيه؟ جزاكم الله خيرا. الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن سجود التلاوة سنة مستحبة عندما يمر بآية فيها سجدة، فإنه يسجد ويقول في سجوده كما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ويدعو بما تيسر له من الدعاء. وإن قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه، شق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم تقبلها من كما تقبلت من عبدك داود ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فحسن. وإلا فإنه يدعو بما تيسر بعدما يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر التسبيح عدة مرات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: قال شيخ عندنا نقول في سجود السهو سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، وقال إنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان ليس صحيحا فماذا نقول في سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. الذي يقال في سجود السهو هو الذي يقال في سجود الصلاة تماما، يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك، وإن دعا في سجود السهو فحسن، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء في السجود، قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقانن أن يستجاب لكم. أما قول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام فهذا لا أصل له فيما أعلم. وقد توهم هذا الذي قال لكم انه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول: انني شاب ابلغ من العمر 20 عاما، واهلي لم يريدوا ان يزودوني الا بعد ان اكمل الدراسه، ويقولون يجب ان تدرس وتزود نفسك بنفسك، فماذا ترون فيهم جزاكم الله خيرا؟ يجب على الوالد اذا كان يستطيع، يجب عليه ان يزوج ابنه المحتاج للزواج، لان ذلك من النفقة عليه. إذا كان الولد لا يستطيع أن يزوج نفسه وهو بحاجة إلى الزواج ليصون نفسه عن الحرام، فإنه يجب على والده أن يزوجه، لأن هذا من النفقة الواجبة عليه. وأما تأخيره إلى أن يتب ويزوج نفسه فهذا يخشى على الولد من الضياع ومن الوقوع فيما لا تحمد عقباه، فيجب على الآباء أن يبادروا بتزويج أبنائهم عند حاجتهم إلى ذلك. إلا إذا كان الولد له مال أو له كسب ويستطيع أن يزوج نفسه فإنه ليس على الوالد أن يزوجه، لأنه مستغن بماله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أصلي الوتر بعد صلاة العشاء، فآتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، إلى آخر الدعاء، ثم آتي بالدعاء لنفسي، فهل ما أفعله صحيح؟ هذا شيء طيب. إذا أتيت بالدعاء الوارد: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخره، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما، ثم زدت على ذلك بأدعية شرعية لك وللمسلمين، ليس في هذا حد محدود، يجوز أن
تدعو كما يسر الله لك من أنواع الأدعية النافعة لك ولوالديك وللمسلمين. جزاكم الله خيرا. من المستمع حسن عبد الرحمن أحمد سودان ورسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل إذا وجدت الإمام يخطب في يوم الجمعة هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس مباشرة؟ جزاكم الله خيرا. إذا دخلت والإمام يخطب يوم الجمعة فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين خفيفتين، لأنه جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فدل على تأكد صلاة الركعتين لمن دخل والإمام يخطب، ولكنه يتجوز فيهما، بمعنى أنه يخففهما من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وقع العيد يوم الجمعة هل نصلي صلاة جمعة ونخطب أم نصليها ظهرا؟ جزاكم الله خيرا. نصلي صلاة العيد، لأن صلاة العيد شعار من شعائر الإسلام الظاهرة، نصلي صلاة العيد. وكذلك على الإمام أن يحضر لصلاة الجمعة، فإن حضر معه عدد تنعقد بهم الجمعة صلى بهم الجمعة، فالجمعة لا تسقط عن الإمام بل عليه أن يحضر. أما المأمومون فقد ذكر العلماء أن من صلى العيد لم يجب عليه حضور الجمعة، ولكن يستحب له ذلك. ومن لم يحضر لصلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا، يصلي أربع ركعات ظهرا، لأنه لا بد من الصلاة إما جمعة وإما ظهر لأجل فرض الوقت. جزاكم الله خيرا. إذا فاتتنا صلاة العيد كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا. تصلونها على صفتها، إذا فاتتكم تصلونها ركعتين على صفتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة بعث بها مستمع من جمهورية مصر العربية، هو صفوان عبد العظيم الصعيدي. أخونا له قضية مطولة بعض الشيء يقول فيها: أوصى رجل إلى آخر في حياته بأمواله لأولاد ابنه ذكورا وإناثا، وكان له عاصب في ذلك الوقت أخ أو ابن أخ، وكانت والدتي رحمها الله من ضمن الموصى لهم، كان ذلك منذ 50 سنة تقريبا، وعطيت والدتي شيئا من المال الموصى به، وقسم ذلكم المال على النحو الذي ذكرنا، ما حكم هذه الوصية؟ والمال الذي قسم بيني وبين إخوتي بعد والدتي، وإذا كان حراما فهل يجوز التصدق أو التبرع بما أخذنا؟ وهل هناك إثم على والدتي؟ ثم إني أحيطكم علما بأن للموصي عاصب بن ابن أخ لا زال موجودا وهو يعرف كل شيء، لأن وقت الوصية لم يكن له حول ولا قوة لأنه كان صغيرا. أفيدوني عن هذه القضية جزاكم الله خيرا. ليس للإنسان الموصي إلا في حدود الثلث فأقل، فالإنسان الموصي بعد وفاته في حدود الثلث فأقل، بقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، ثم تنتظر ورحمة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفهون الناس. فليس للإنسان أن يوصي بعد موته بشيء من ماله إلا في حدود الثلث، وليس له أن يوصي الوارث بشيء إلا إذا رضي الورثة بعد الموت. فإذا رضوا بعد الموت ونفذ الوصية صح، الحق راجع إلى الورثة فيما زاد عن الثلث. والذي وقع في السؤال عمل غير صحيح، الميت لا يصح له إلا الثلث فقط، وما زاد عن الثلث فإنه يرد على عاصبه على أقرب الناس إليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قوله تعالى: الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم فصل ذلك في آيات المواريث في سورة النساء في أولها وفي آخرها. الحاصل أن هذه وصية غير صحيحة إلا في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث فإنه حق للوارث الذي هو ابن الأخ كما ذكر السائل إذا لم يكن هناك غيره، فإن سمح بحقه فلا بأس، وإلا فإنه يرد عليه ما زاد عن الثلث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسل:
إليها أم سمية. أم سمية تسأل عن صحة الحديث كما روته هي وكما نقلت عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فتقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزانك وسكان سمواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئا، تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب وتقول: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان كذلك فاشرحوه لنا، جزاكم الله خيرا. الحديث في هذا اللفظ لا أعلم له أصلا، ولكن ثبت أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لأن الأغنياء يدخل عليهم الحساب يوم القيامة، حاسبون عن أموالهم، يتأخر دخولهم الجنة بسبب الحساب. أما الفقراء فليس عندهم مال يحاسبون عليه، فلذلك يدخلون الجنة قبل الأغنياء. هذا ما ثبتت فيه الأدلة. أما التفاصيل المذكورة في ما ذكره السائل فأنا لا أعلم الحديث في هذا النص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع أيمن مصري مقيم في الجمهورية العربية المصرية يسأل ويقول: هل صحيح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعه، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من اتبعه؟ وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. وضحوا لنا ذلك، جزاكم الله خيرا. نعم، الحديثان صحيحان: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ففي حديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجوره شيئا. فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامه شيئا. والحديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى سنة سنة حسنة أي أحيا سنة فتبعه الناس على أحيائها وعملوا بها. إذا كانت سنة منسية مثلا أو مجهولة ثم جاء مسلم وأحياها وبينها للناس فعملوا بها، كان له أجر أحياء السنة وأجر الأتباع الذين اتبعوه، لأنه صار قدوة حسنة في الخير. وعلى العكس، من سن سنة سيئة يعني اتبع بدعة ليس لها أصل في الشرع فعمل بها الناس، فإنه يكون عليه من الإثم مثل آثامهم، لأن هذه بدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة. الحديث له سبب، وهو أن قوما من الفقراء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم شدة حاجة وفقر، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق عليهم، فجاء رجل بسرة من ذهب كادت يده أن تعجز عنها أو عجزت، فتتابع الناس وجاءوا بصدقاتهم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن هذا الرجل صار قدوة حسنة في الخير تبعه الناس على ذلك. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم يدل على الترغيب في إحياء السنن والقدوة الحسنة، ويدل على الترهيب من البدع والمحدثات وإحياء الضلالة، وأن الأمر لا يقتصر على هذا المظلم بنفسه، وإنما تلحقه آثام الأتباع الذين غرر بهم وأضلهم، فيتحمل من أوزارهم، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فليحذر هؤلاء المتبعة ورؤوس الضلال أن يحذروا من هذه العواقب الوخيمة، وأنهم سيتحملون أوزار الناس الذين اقتدوا بهم في البدع والضلالات. ولينشط دعاة الحق ودعاة السنة، لأنهم سيحصلون على الأجور العظيمة كلما كثر أفياؤهم للسنن وإماثتهم للبدع، وكلما كثر أتباعهم والمنتفعون بهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع شعبان عبد الجبار. الأخ شعبان يقول: أنا حجيت في عام 86، ولكنني لا أدري هل طفت طواف
الاستفاضة مع طواف الوداع أم لم أطف؟ أرشدني ماذا أفعل الآن؟ هل أطوف طواف الإفاضة بعد أن أعتمر أو قبل أن أعتمر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. مادام أن هذا الشك لم يحصل لك إلا متأخرا والحج متقدم فلا تنظر إلى هذا الشك، لأن الشك إذا جاء بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه، أما إذا جاء الشك في أثناء العبادة فإن الإنسان يبني على اليقين، لأن الأصل شغل الذمة ولا تبرأ الذمة إلا بيقين. فالحاصل أنه إذا كان هذا الشك جاء متأخرا والحج متقدم بكل كما ذكر فهذا لا يؤثر إن شاء الله. وإن رأيت من باب الاحتياط أنك تذهب تطوف الإفاضة وتسعى تذبح شاة عن طواف الوداع الذي طفته قبل وقته توزعها على الفقراء هذا من باب الاحتياط، وإذا كان حصل منك ماء في هذه الفترة تذبح شاة ثانية بفعل المحظور قبل التحلل الثاني توزعها على الفقراء تعمل هذا من باب الاحتياط فلا بأس. أما الوجوب فلا نرى أنه يجب عليه شيء ما دام أن الشك إنما جاء متأخرا لأنه ربما يكون من الوسواس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا سادورة طرابلس، باعث الرسالة المستمع أحمد حامد علي. الأخ أحمد يقول في رسالته: ذات مرة سافرت مع بعض الأصدقاء إلى رومانيا، وفي أحد الأيام ذهبنا إلى أحد المطاعم وطلب ثلاثة من أصدقائي طبقا من الطعام معد بلحم البقر، فامتنعت عن الأكل لأنني متأكد بأنه قد ذبح على غير الطريقة الإسلامية، وقالوا كل ولا شيء عليه. فقد سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الحالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إن ذبيحة الكافر توكل إذا ذكر المسلم عليها اسم الله تعالى قبل البلع. وقال أحد الأصدقاء: إن ذبيحة الكافر توكل كأي طعام آخر ولا حاجة للتسمية وقت الأكل بفوات وقتها. وقال واحد من الأصدقاء: لنأكل الطعام ونترك اللحم. فقلت لهم: كيف وقد طهي الطعام مع اللحم نفسه؟ وأخيرا قررت عدم الأكل وتركت أصدقائي في حيرة من أمرهم، وأكل واحد فقط اللحم وثلاثة أكلوا من الطعام فقط وتركوا اللحم، فما حكم من أكل هذا الطعام ومن اللحم؟ وهل أنا مذنب لخروجي عن رأي الجماعة؟ وإذا كنت على صواب فماذا ينبغي أن أفعل مع أصدقائي الذين أكلوا من مثل هذا الطعام؟ هل أترك صحبتهم أم لا؟ أرجو الإفادة وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. أولا، ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب من اليهود والنصارى إذا ذبحت على الطريقة الشرعية فهي حلال، قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بطعامهم ذبائحهم. أما ذبيحة الكفار غير الكتابيين من الوثنيين وسائر الملل الكفر فلا تحل ذبائحهم لأنها ميتة، لأن الله لم يذبح من ذبائح الكفار إلا ذبيحة أهل الكتاب فقط، فما عداها من ذبائح الكفار فهي حرام. هذا هو الأصل الذي يجب أن يعلم، فذبيحة الكفار غير الكتابيين حرام بالإجماع، ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب إذا ذكيت على الطريقة الشرعية فهي حلال بالإجماع. أما إذا ذبح المسلم أو ذبح الكتاب على غير الطريقة الشرعية فهي حرام أيضا بالإجماع. أما ما شك فيه من ذبح المسلم أو ذبح الكتاب ما شك فيه فهذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. من العلماء من يقول الأصل الإباحة، ومن العلماء من يقول بالعكس الأصل التحريم حتى يثبت الذبح الشرعي، وإذا تجنبه المسلم من باب تجنب المشتبهات واتقاء الشبهات فهذا أبرأ للدين والعرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما دمت أيها السائل كما ذكرت تعلم أن هذه ذبحت على غير الزكاة الشرعية تتيقن هذا لا حرام عليك. أما إذا كان المسألة مجرد شك فهذه ليست حراما، وإن تجنبتها من باب الاحتياط فلا بأس بذلك ما دامت أنها ذبيحة مسلمين أو ذبيحة أهل الكتاب. وأما الطعام فإنه حلال، طعام حلال من أي جنس كان من الناس، ولو طبخه كافر أو وثني أو، فالطعام الذي لا يحتاج إلى زكاة من الحبوب والثمار والخضروات وكل الأطعمة التي لا تحتاج إلى زكاة كلها حلال، والسمك كل هذا حلال في أي مكان كان والحمد لله. وأما ما أشار إليه السائل من قول بعض زملائه
ثم النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا ذبائح الكفار إذا سمينا عليها قبل الأكل، هذا ليس بصحيح، هذا لا أصل له. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن لحوم تدمن في أشواق المسلمين يجلبها أناس حدثاء وعهد بالإسلام ولا يدرى هل ذكروا عليها اسم الله أو لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. والمراد بالتسمية تسمية الأكل وليس تسمية الذبيحة، لأن المسلم يستحب له عند الأكل أن يقول بسم الله، وليس المراد تسمية الذبيحة، وإنما هي تسمية الأكل المشروعة، لأن ما الأصل في ذبائح المسلمين والأصل فيما يجلب في أشواق المسلمين الحل إلا إذا علم أنه حرام، فهذا مورد الحديث وليس مورده ما ذكره السائل، لأنك إذا ذكرت اسم الله على ذبيحة الكافر قبل أكلها أنها تحل، هذا قول باطل لا أصل له. جزاكم الله خيرا. ما ذكره الشيخ صالح لو تكرمتم عن أصدقائها هل يسائرهم أو يختلف معهم؟ ما دام أنه يتيقن أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية فإنه يتركها، وإن كان يشك فيها فإنه يتركها من باب الاحتياط، وإن أكل فلا حرج عليه. وأصدقائه كيف يتصرف معهم؟ نفس الشيء، إن كانوا يجزمون أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية أو أن ذبيحه غير كتابي وغير مسلم من الوثنيين فإنها تحرم عليه. أما ما دام أنهم في بلاد إسلامية أو في بلاد كتابية وقدم لهم هذا اللحم ولم يغلب على الظن أنه ذبح مسلم أو ذبح كتابي فإنه يؤكل منه إلا إذا علم أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية. جزاكم الله خيرا. وخلافه مع إخوانه هل يستمر أو لا بد أن ينقطع وهو الأفضل؟ كل يعمل بما ترجح لديه. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا.